السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين الفيفا وين تصدم المنتخب الوطني في ترتيب الشهر. هنا وين نقولوا بلي ودي هذه هي الناس، هذه الناس اللي كان يقول لك لا معليش خرجنا على بالك بلي هذا الترتيب هذا ونقعدوا متراجعين فيه. عباك كي نكاليفو الكوب دي موند، عباك في قطر غادي نلعبو، غادي نطيحو في المستوى الرابع. قطر قادر تطيح مع ثلاثة تاع ليزيكيب كبار، منتخبات كبار. علاش الناس تحوس تلعب في الكلاسمون قدام، تطيح في المستوى الثاني، تطيح مع ليزيكيب كي والو، تطيح من المستوى 2014 كي روحنا طحنا في المستوى الثالث. طحنا في المستوى الثالث، كانت لابلجيك، كانت الروس، حنايا وكوريا. احنا كنا في المستوى الثالث، شو كيفاش. احنا قبل لا نبداو عندي واحد السؤال، خاطر يصبح بزاف راهي انا ولا ما هاي 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 هاي، والناس يقول لك انتوما ما عندكوش مستوى. صح، احنا ما عندناش مستوى، هذا مؤمن عنده مستوى. انتوما كيما هكا اللي يلبس كوستيم ويدير قمجه بيضاء عنده مستوى، هذه اللي خلاتكم مازلتو تبعوا في أخناطون، بس تتأمنوا بأخناطون. نقولكم كلمة، هذا مؤمن نقوله، كي راه يقول باللي بريست أحسن نادي من قطر، أحسن نادي من قطر. ثم السد أحسن من نيس، أحسن من مونبيلي. خاطش كي في فرنسا، كي تروح فرنسا تقولو بوين لي خير، مونبيلي ولا بريست، يقول لك مونبيلي. تما نتايا السد برك خير من فرنسا كومبلي، ضربك راهي غير السد خير من فرنسا. قطر القطري خير من فرنسا، خاطش من كاين لعابة اللي نتوما يعني ما تهدر الصح. لا نقولك يا ودي نتايا والله ما حقاني، كيما يقولك ما راكش حقاني، ما تهدر الصح، تهدر الصح. قول بلي نتا كنت تقولنا بلي كلاسيكو الأرض قطر القطري مع السد، لا ماشي كنت تقولنا كلاسيكو الأرض. خلو ود الناس راح لبريست، راح هذه 5 شهور الله يجعل ينجح فيها. خلو بالك يلعب هذو لي ماتش ينجح فيهم، من الفان مارس يكون ناجح. سكتوا عليه برك وما تنابحوا عليه، كثرتوا عليه نبيع البارك، ما صيتو نبيع عليه ليلى. كيما راكم دايرين له كيما اللي درتو للاخر كيسموه البن عمري في ليون، راكم صايك. خلوه دروك يخدم وربي يوفقه، هذه 5 شهور في تعيزي دي سنية، هاد سنية هي 5 شهور في بريست. هيا انت يا قلنا انت مؤمن، قلنا ضروك السد خير من مونبيلي وخير من نيس. لا قولها لنا كيما هاكا، السد نيس كلها يلعب فيها، وتساهموني كي نقول لكم نيس كون لا يلعب فيها. اهدر ليش ولا ما تهدرش، بريست خير من قطر كومبلي، والسد خير من فرنسا كومبلي. السد وقطر القطري خير من فرنسا كومبلي. تسمى وين ما كاين لعابه اصحابك لا جبدهمش تايا. وين بات المنتخب الوطني لكرة القدم مرشح للتواجد في المستوى الرابع خلال قرعة كأس العالم 2022 بقطر، في حال تخطيه مرحلة الدور الفاصل، أين سيواجه فيها المنتخب الكاميروني ذهاب وإياب شهر مارس المقبل؟ وفق لما كشف عنه موقع جول فوتبول المتخصص في إحصائيات والأرقام، وجاءت ترشيحات الموقع المتخصص في حسابات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات بناء على التراجع الرهيب المتوقع للمنتخب الجزائري في ذات التصنيف بعد مشاركته المذلة في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بالكاميرون. وتوقعت العديد من المصادر أن تصنيف المرتقب لشهر جانفي سيشهد تراجع المنتخب الجزائري بأزيد من 10 مراكز في التصنيف الخاص بالقارة الإفريقية، ما يعني تراجع كبير في التصنيف الفيفا. وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد إجراء القرعة كأس العالم شهر أبريل المقبل، وسيعتمد خلالها على تصنيف خلال شهر مارس المقبل، والذي لن يعرف تغييرات كبيرة بالنسبة للمنتخب الجزائري.
حتى لو تأهل على حساب الكاميرون، لأنه خسر نقاط كثيرة في أمم إفريقيا التي تقام حاليا بالكاميرون، وتراهن الجزائر الجماهير الجزائرية على ردة فعل زملاء رياض محرز أمام الكاميرون في مباراة مزدوجة من الدور الفاصل من أجل قطع تأشيرة التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة، ونسيان خيبة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون والتي أقصي منها الخوض من الدور الأول بنقطة واحدة. ويحتل المنتخب الجزائري المركز 23 إفريقيا والتاسع 29 عالميا بحسب التصنيف الأخير للفيفا الصادر في ديسمبر الماضي، لكن الأمر لن يبقى كذلك مع التصنيف الجديد. حنا المهم ناس هذو اللي كان يقول لك لا مزيه جينا مزيه منا، يا ودي انتوما الاعلان كل الصفحات اللي كانوا ضربوا راه واش كاينين دوك الصفحات طيب، دوك الصفحات تاع الشابه ورده والشابه صباح ما كاش دروك. انا قلت لكم خاطر انا نعرف دوك الصفحات، نعرف المنبع تاع دوك الصفحات، انا نعرف المنبع تاع الصفحات تاع الفيسبوك هذوك اللي كانوا يغلطوا فيكم، خطا يدوكم على لاكوش خطا يدوكم على لا دروات، كل خطا وكيفاش. اليوم لازم تخمم براسك، باقي هذا كيذبح عليكم. خطره بريست خير من قطر، خطره شاهد كلاسيكو الارض ما بين قطر القطري والسد، فهم روحك اصاحبي ما تهموناش احنا، فهموا روحكم انتوما. من بريست خير من قطر، تما السد اللي راه يلعب في السد واللي راه يلعب في نيس شكون اللي خير؟ تاع نيس خير، تاع نيس خير. لا انا نعرفها كيما تاع نيس خير. انت قلنا باللي انت كيسموك مؤمن، نورمال قلت لنا بريست خير من القطر القطري، هذه هي في تجي تحك شويه، ماشي تقول لنا بريست خير من القطر، خاطر انا كي قلت لي بريست خير من القطر تفكر شكون اللي يلعب في نيس، وتفكر شكون اللي يلعب في السد. واش عندنا مباراه تاع الامس كيفاش بونجاح، انا الله يجعل يعاود يولي ريبروني، بصح راه خارج اطار، خارج الاطار، راه خارج الاطار، حاجه لا يقلباتو ما عادش ليها لا كاع. هذه هي هذيك اليوم نقولوا بلي المنتخب الوطني هذا كلاسمون ماشي مليح له، هذا كلاسمون ماشي مليح له كاع. حنا المهم نحوسو نكاليفو يعني ونروحو لقطر وصعيب، بوكا مستوى رابع خامس عاشر، المهم المهم رانا فماك. راكم بقات على جمال بالماضي والتشكيله اللي يحطها يعني من اجل مفاجاه الكاميرون في الكاميرون، لازم في الكاميرون حنايا التاهل تاعنا غادي نجيبوه من الكاميرون على بالكم، ماشي هنا. النتيجه تاع الكاميرون هي اللي تخلينا نتاهلوا، لازم ما تكونش خساره بنتيجه، على الاقل تكون 1-0 0-0 مباراة مفخخة، على بالك بلي 0-0 مباراة مفخخة، على ذيك نقول لكم بلي يا ودي تكون 1-0 1-1 يعني ماتش نيل 2-1 تكون غير فمك الخسارة، تكون غير فم بهدف واحد نقلبوهم. هذه هي حنا ماناش دايرين شي كاين ربي ولا داري، حيت مكا الجزائري مشى يقارع هذيك المباراة. أنا المباراة اللي غادي نحكم عليها يعني تاع الكاميرون فماك، النتيجة تاع الكاميرون هي اللي تخلينا نكاليفو، باش يكون على بالكم. النتيجة تاع الكاميرون في الكاميرون هي اللي تخلي يعرف البولا، راني نهدر الناس اللي تعرف البولا. يعني علاه نقولكم 1-0 2-1 تخليك كيما نهار بوركينا فاسو خسرنا 3-2 هنا حبة حنا كاليفينا، يعني ما تكونش النتيجة كبيرة برك، مش كيما 2014 غانا مصر خسروا بستة، ماك من يجي كاميرون تغطى ارقد وصايق ما تبقاش تفرج، ارقد ولا خدم خدمتك ولا قعد يطمعوا فيك ولا مكاش. نتيجة تكون كسيرة 3-2 2-1 تكون غير فماك، تكون فرق تاع هدف تسجل راك فماك. هذه هي اللي ان شاء الله بربي. على ذيك نقولوا دروك اللعابه تاعنا الحمد لله، واحد في بريست، واحد راح لشبونه، واحد راح منا، واحد يعني كاينين لعابه، كاين لي فيكتيف جمال بالماضي باش يقول لك مكاش، كاين لي فيكتيف عنده خيارات
ضربو كنقارعو ونشوفو الطائمة تاعها هذه أو على الله.